عبقري وفكر ممتاز ومن من الاساطير اللي الواحد اتمرن معاهم في حياتي في مسيرتي الكرويه مستر مايو. احسن مدرب اتمرنت معاه؟ احسن مدرب وافضل مدرب وارقى مدرب واعقل مدرب اتمرنت معاه في حياتي. ابتدت الحكايه من هنا الحمد لله ورحت منتخب على فكره مصر وانا سنه 99 2000 مع كابتن انور سلامه وجيرار جيلي. ماشي. كنت صغير اول ولد اول واحد بس سنه 19 20 سنه كنت مع الفريق المنتخب.